عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع وفد الشركة البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي، وبحث اللقاء خطة الشركة البولندية لدخل استثمارات بالسوق المصري في تصنيع منتجات الأثاث من خلال إنشاء مجمع صناعي ضخم في مدينة العلمين الجديدة على مساحة 400 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 70 مليون يورو للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا. حصل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع على شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات عربات السكك الحديدية العالمية إيرس، يؤكد ذلك الإنجاز على ريادة الهيئة العربية للتصنيع وقدرتها التصنيعية وكفاءة كوادرها البشرية المتميزة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية. النهاردة احنا بنحتفل بحصول مصنع سيماف احد شركات الهيئة العربية للتصنيع، وهو المعني بصناعة عربات قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق، بحصول هذا المصنع العريق على شهادة الايرس. وشهادة الايرس دي شهادة الجودة العالمية في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الانفاق. والحقيقة بحصول هذا المصنع على هذه الشهادة رفيعة المستوى، بيعتبر الحقيقة مصنع سيماف هو المصنع رقم 5 على مستوى العالم اللي حصل على هذه الشهادة الرفيعة بالإصدار الجديد اللي هو إصدار عام 2023. الأيريس ما هو نظام للعمل مرتبط بشروط دولية خاصة بالأمن والسلامة، خاصة بالجودة، خاصة بخدمة ما بعد البيع، خاص بالمنتج اللي احنا بننتجه، الخامات اللي احنا بنجيبها لازم تكون مطابقة. ده من 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 اهم العوامل اللي احنا نقدر نشتغل بيها. طب ايه بقى السؤال اللي حضرتك بتقولي؟ الاي تي انا المنظومة العمل داخل المصنع ممكن في القديم كانت يدوية معتمدة على الدفاتر حاليا في بنجهز نفسنا زي ما كده حصلنا على الايرس، فاحنا دلوقتي منظومة الساب، ودي منظومة عالمية لإدارة المشروعات في المصانع والشركات عموما. احنا حصلنا على الشهادة دي بأعلى سكوب في العالم تقريبا، اللي هو أعلى مجال لشهادة. الشهادة ليها مجالات طبقا هياخدوها في التصميم بس ولا تصميم وجزء من الأجزاء العربية، ولا احنا خدنا الكلام ده في سماف الحمد لله رب العالمين في كل المجالات، مجالات البحوث ومجالات التصميم، مجالات الإنتاج، مجالات خدمة ما بعد البيع، مجالات تطبيق قطع الغيار وتوفير قطع الغيار. احنا اخدنا اعلى سكوب. تم تدريبنا على اكتر من 1360 دورة تدريبية في جميع مختلف المجالات عشان نقدر نغطي جميع بنود والمواصفات المطلوبة مننا، وده طبعا كان عناء كبير، وكان بمشاركة شركة الادنى نس. هم قدروا يوصلوا لنا معلومات ويجيبوا لنا مواصفات ويساعدونا في حاجة زي دي. ابتدينا ان احنا نعمل تكامل مع دورات التحول الرقمي، زي ان احنا بنحاول نعمل تكامل بين دورات العمل الاتمته بمنظومه الاي ار بي سيستم مع منظومه الايرس. احنا دلوقتي المفروض ان احنا بقينا مطابقين للمواصفه العالميه ايزو 22163. ابتدينا دلوقتي ان احنا نطبق الدورات دي مع دورات العمل الخاصه بالاي ار بي سيستم وخاصه الساب. في اطار جولتي الترويجيه إلى فرنسا، شارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في جلسة بعنوان مناخ الأعمال في مصر، التحديات والفرص وأفضل الممارسات، وجلسة أخرى بعنوان فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحري. كما عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الاجتماعات مع مختلف الشركات الفرنسية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الفرنسي في القطاعات المستهدفة، لا سيما التعاون في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وذلك بهدف جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة باقتصادية قناة السويس.
عقدت لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر اجتماعاً بحضور وزراء التخطيط والري والتنمية المحلية وعدد من المسؤولين المعنيين. أكد الاجتماع على أهمية المشروع الذي يعود نفع على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية وتطهير المياه. كما أكد أن لجنة التسيير تسعى لتذليل كافة التحديات أمام تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 408 مليون يورو. أكد وزير الموارد المائية والري هانس ويلم على أهمية الدعم الفني الأمريكي للدول الإفريقية لتعزيز قدراتها في مجال تطوير السياسات والتنفيذ الفعال لخطة الموارد المائية في ظل تغير المناخ، وتقديم الدعم لعقد ورش عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المياه في إفريقيا والبلدان النامية، والدعم في صياغة مقترحات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ والتي تطلبها الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية هانس ويلم مع سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة السفيرة هيرو مصطفى لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الموارد المائية والري. عقد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء في إطار زيارته الحالية لدولة العراق الشقيقة. شهد اللقاء اطلاع الأشقاء في الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق الشقيق على التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء ونظم تقييم المخاطر وتحليلها، وكذلك آلية التتبع والاستدعاء، وكذا المنهجية التي تتبناها الهيئة في تشريع وإصدار اللوائح الفنية الملزمة. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار أكثر من 3% بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة. أما على صعيد التداولات فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التسليم في ديسمبر بنسبة 2.61% لتصل وتحقق ما قيمته 75.48 دولار للبرميل. كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر ب 2.92% ليحقق ما قيمته 71.87 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.72% لتصل إلى 2.23 دولار للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.62% لتحقق 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج العربي على انخفاض بعد أن أثار الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كانت أكبر الخسائر في المؤشر السعودي، قد انخفض المؤشر القياسي السعودي بنسبة 1.7%، وانخفض كذلك مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي ب 0.8%، وفي أبوظبي تراجع المؤشر ب 1.1%.